يا هي، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا خلاص فريق منانا الجابوني بيستعد بقوه لهذه المباراه، مواجهته او مباراه الذهاب امام فريق الاهلي المصري هنا بالتحديد في استاد القاهره، بالتالي هم مستعدين ومتحفزين كمان بشكل كبير لهذه المباراه، وبيأملوا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه هنا في القاهره تساعدهم طبعا بشكل او باخر في مباراه العوده في الجابون، ولده ان شاء الله ما نتمناش ان هو يحصل، ونتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن فريق منانا وبرنامج الخاص به منذ وصوله هنا للقاهره استعدادا لمباراه الاهلي. يمكن هم استعدوا على مدار يومين، النهارده اليوم الاخير بالنسبه لهم للاستعداد، كان عندهم طبعا الساعه 9 صباحا ميعاد الفطار، الساعه 3 العصر كان عندهم ميعاد الغداء، والمران الاخير والرئيسي بالنسبه لهم هيكون في تمام الساعه 8 مساء، هو نفس توقيت مباراه الاهلي منانا غدا ان شاء الله على استاد القاهره الدولي. التحرك من فندق الاقامه هنا واللي بيبعد تقريبا حوالي 45 دقيقه عن استاد القاهره، التحرك بالظبط هيكون في تمام الساعه 6:30 عشان ان شاء الله يوصلوا الاستاد ويتمرنوا المران الاخير بالنسبه لهم، واللي اكيد هيكون في بعض الجوانب التكتيكيه وبعض الجوانب الفنيه اللي هيستقر طبعا عليها المدير الفني مستر كيفن، المدير الفني لفريق منانا استعدادا لهذه المباراه. لكن الواضح على وجوه لاعبي منانا يا ايه ان هم مركزين بشكل كبير جدا، وبيأملوا ان هم يحققوا نتيجه جيده، وخصوصا ان هم يمكن العام الماضي شاركوا في دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واجهوا ساعتها فريق الوداد المغربي، ويمكن قدروا ان هم يفوزوا في الجابون بنتيجه 1-0، وخسروا في كازابلانكا بنتيجه 1-0، وخرجوا بصعوبه عن طريق ضربات الجزاء او الضربات الترجيحيه، فبالتالي هم خلاص يمكن عندهم خبرات بشكل او باخر للمشاركه في هذه البطوله، وبيأملوا ان هم يتخطوا النادي الاهلي. وهم فريق بشكل عام يمكن مش قوي، حديث النشأه يمكن تم انشاؤه عام 2006، لكن عندهم دوافع كبيره جدا ان هم يحاولوا يوصلوا لادوار بعيده في دوري ابطال افريقيا، هم يمكن ما وصلوش خالص غير لدور ال 16 مره واحده في بطوله دوري ابطال افريقيا، وخرجوا من خلالها وشاركوا في بطوله الكونفدراليه، ده اقصى انجاز ليهم او اكبر انجاز حققوه في هذه البطوله. لكن بشكل عام ان شاء الله نتمنى ان هم ما يكونوش موفقين طبعا في مباراه الاهلي غدا، ويكون التوفيق كله ان شاء الله حليف النادي الاهلي، ويقدر ان هو يحقق فوز يكون مريح قبل مباراه العوده في الجابون، عشان تكون خطوه مهمه جدا للنادي الاهلي وكابتن حسام البدري والجهاز الفني واللاعبين ان هم ان شاء الله يستمروا في هذه البطوله ويستعيدوا هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لنا كلنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي بعد غياب يمكن حوالي 5 سنين، وبعد ما النادي الاهلي وصل لنهائي البطوله السنه اللي فاتت وخسر هذه البطوله لاسباب يمكن الناس كلها عارفاها. لكن ان شاء الله اتمنى يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، واتمنى ان يكون فريق منانا ايضا فريق يعني يجيب الحظ للنادي الاهلي زي ما حصل مع فريق الوداد وقدر ان هو يفوز عليه في بدايه البطوله وبالتالي توج باللقب. ان شاء الله نتمنى ان يكون تكرار نفس السيناريو، يكون بدايه من فريق منانا وانطلاقا نحو الفوز بهذا اللقب الغالي. عوده ليك أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، كان معنا مباشرة من فندق إقامة منانا الجابوني، بشكرك يا أمير. يعقد مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومنانا الجابوني والتي مقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسعيد أحمد إداري الفريق من الأهلي إلى جانب مندوب الفريق الجابوني. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وعلى رأسها موعد حضور الفريقين للملعب والاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة وجماهير فريق منانا التي تحضر المباراة. يشارك الثنائي باسم علي وأحمد حمودي لاعبان نادي الأهلي في المران الجماعي بعد انتهاء مباراة منانا الجابونية، وخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة تمهيدا لعودتهما للمشاركة في المران الجماعي، وينتظم باسم وحمودي في مران الأهلي على أن يتم تجهيزهما للمشاركة في المباريات الرسمية.